موضوع كبير الهيكل الاقتصادي المصري. السؤال فيه احنا اتحسنا؟ اتقدمنا لقدام في العشر سنين دول بكل شفافية وتقييم حيادي؟ دكتور محمود وهبة استاذ الاقتصاد ورجل الاعمال من نيويورك، مرحبا مرة اخرى دكتور محمود. لأي مدى اصبح الهيكل الاقتصادي المصري متحسنا في هذه العشر، ولا حضرتك مختلف مع رواية انه تحسن؟ تحسن ازاي؟ يعني ايه تحسن؟ تحسن على مستوى الشعب ولا على مستوى الاعلام بيقول للناس انه بسبب الضرائب الزياده اللي بتدفعوها وتخفيض الدعم على العيش والكهرباء والمحروقات وهذه السلسله من بتتسمى بين قوسين الاصلاحات حسنت الهيكل الاقتصادي. حضرتك شايف ده ازاي؟ الناس المفروض تسمع ايه او تصدق ايه؟ انا مستعجل لما تيجي تقول لي ان الاقتصاد اتحسن عشان انت بتدفع ضرائب وبتدفع رسوم وبتدفع جمارك والكلام من ده، طبعا مش هبقى مبسوط لان انا اللي بدفعها. ايوه الهيكل الاقتصادي المصري شاذ عن اي دوله ثانيه تقريبا في العالم. يمكن المثيل له قريب قوي من مار، ومحتمل باكستان ولو ان باكستان عندها طريق مختلف. الهيكل بيقوم على ايه؟ نمرة واحد، بيقوم على التفتيت او التمزيق، ان الايرادات العامة بتاع الدولة بتخصم بين مجموعات عديدة، كل منها تاخد الايرادات من المدخل من المنبع، والاولويات هي بتحدد الاولويات بتاعتها. خليني هقول لك اربع لاعبين مهمين في الاقتصاد. اتفضل. اولا ومعروف عيد تاني يا دكتور، عيد تاني يا دكتور لان الصوت قطع. اتفضل. في العالم كله في اقتصاد رسمي واقتصاد غير رسمي. الاقتصاد الرسمي اللي هو فوق السطح وبيدفع ضرائب ومعروف ومسجل عند الحكومة، واللي بيعمله بيبقى تقدر تتابعه لو انت محاسب، تقدر تلاقي ورق يوصلك ليه. الاقتصاد اللي هو تحت السلم او اللي انا بسميه اقتصاد الظل ده بيدفع ضرائب ولا مرتبط بالحكومة ولا عنده اي اوراق، كله كاش. ده ما بيدخلش في الدخل القومي، ما بيحسبش في الدخل القومي، مع ان له دور مهم وهجيله بعد شويه. الاقتصاد اللي هو فوق، اللي هو الرسمي اللي فوق في مصر عجيب للغايه. ليه بقى؟ لان مخصم لاربع اقسام. القسم الاولاني اللي هو لل 110 مليون مصري، اللي هو الايرادات منه بتروح للميزانيه العامه والإنفاق بتيجي من الميزانية العامة، ودي للشعب. التقييم حجم الاقتصاد المصري بيختلف شوية، إنما أفضل تقييم لحد دلوقتي كان 2022 400 مليار دولار. أنا هفترض إن هو أقل شوية أو أكثر شوية، إنما بس تبسيط الحسبة هنقول 400 مليار دولار. هذا الاقتصاد الرسمي اللي هو بينفق على 110 مليون مصري يساوي 20% من الاقتصاد، من الدخل القومي، يعني بيساوي 80 مليار دولار. يبقى باقي عندك 320 مليار دولار. فين دول؟ دول مخصمين ما بين الأعمال التجارية اللي بيقوم بها الجيش، سميها اقتصاد الجيش، وده سري، انت ما بتعرفش اللي بيخش منه ولا مين المستفيد منه ولا بيطلع منه ايه، وهل هو بيربح ولا هو ما بيربحش، ما تعرفش، ما عندكش معلومات، لان سر ده الجيش. الثاني ما يسمى بالصناديق السياديه، وهناك يقال ان 6 صناديق سياديه في عده جهات، وهذه الصناديق السياديه اخر رقم بالدولار انا شفته كان 12.2 مليار دولار من سنتين. الوقت هو رقمه اعلى، غالبا اقرب الى الى ال 14 مليار دولار. رئيس الصندوق دي، وهو ايضا سري بالمناسبه، سري بمعنى ان محدش يشوف الارقام ولا يعرف ايه اللي بيحصل الا المسؤولين عنه، وبالتحديد الرئيس.
لان ما في لا جهاز المحاسبه يقدر يعمل مراجعه، ولو عمل مراجعه يديها للرئيس والرئيس يقرر هو عايز يعلنها ولا ما يعلنهاش. طبعا ما بيعلنهاش لان احنا ما نعرفش. الرئيس الصندوق السيادي بتقول احنا عايزين نعمله تريليون جنيه، وبنشتغل على انه تريليون جنيه. ازاي هتعمليه تريليون جنيه؟ لانها الاصول اللي عندها كلها بتتنقل لها ملكيتها ببلاش. انت اتكلمت من شويه عن الكهرباء، عندك ثلاث محطات كهرباء من سيمنز اتنقلت للصندوق السيادي ببلاش، مع ان انت بتدفع 6.5 مليار دولار عليها. والله يا دكتور حضرتك بتحط ايدك على نقطه غايه في العجب. حضرتك قول لي هي موجوده في اقتصادات في دول اخرى ولا لا؟ احنا بنسدد اقساط عن هذه المحطات من سنه 2018، فجاه صندوق مصر السيادي انضمت له محطه بني سويف بس، يعني ما خدش بتاعه البرولوس ولا العاصمه. طب لما يبيعها هيرجع يدي لموازنه مصر الاقساط اللي دفعتها؟ لحد دلوقتي الواضح ان دي عمليه بتبقى خاضعه لقرار سياسي. انما لو انت خدت راس الحكمه مثلا، طب معلش قبل ما اروح راس الحكمه، هل موجود نفس النمط ده في دول اخرى فيها صناديق سياديه؟ لا. زي الصندوق السعودي او الاماراتي مثلا؟ في امريكا الوحيد اللي يقدر يكتب شيك بدولار واحد وزاره الغذاء. اللي يقدر يقترض دولار واحد وزاره الغذاء، لا رئيس الجمهوريه ولا نائب رئيس الجمهوريه ولا وزير ولا كونغرس ولا اي جهه من الجهات دي تقدر تكتب شيك. كلها جهه واحده بس اسمها وزاره الخزانه. كل الدخل بتاع الشعب او بتاع الدوله بيروح لجهه واحده وهي الخزانه. مفيش دوله زينا بتقسم الاقتصاد بهذه الطريقه وبتفتفته، والفتفته دي او التمزيق ده بيفيد ناس لانه بيحرم الشعب من مبالغ ويحطها لمجموعات من الناس. مين بقى هي الناس؟ انا بدانا بالجيش ودخلنا في الصندوق السيادي. الجيش له مستفيدين على فكره عده الاف، مش كل مش 4.5 مليون عسكري في الجيش بيستفيدوا، انما حسب الكلام اللي يتردد ان هم حوالي 6000 5000 فرد لواءات وقرايبهم واصحابهم وزملائهم وهكذا اللي على المعاش وخلافه. انما الصندوق السيادي الحقيقه احنا ما نعرفش مين اللي بيستفيد منه، ومين اللي في نهايه السنه لما بيوزعوا كوبونات ولا يوزعوا ارباح ما تعرفش مين اللي ياخده ولا ما بياخدش، وخاضعه تماما لقرار سياسي وبتاع الرئيس. يبقى نتنقل من دي لمجموعه ثالثه اسفت واضل سبيلا، ولو ان في واحده ثانيه اسفت واضل سبيلا، وهي ما يسمى الهيئات الاقتصاديه. الهيئات الاقتصاديه دول 59 جهه حكوميه بتاخد الفلوس من المنبع وبتنفقها كما تشاء. ما حدش يقال انها خاضعه للجهاز المركزي للاحصاء للمراجعه للمحاسبه والمراجعه، انما حسب معظم الكلام ان هذا النوع من المراجعه ما هيش جاد. دي اللي وقعت على فكره هشام جنينه، لانه هو بص على الارقام دي وقال لك انت عندك 600 مليار دولار بيدوع على مصر. الأسوأ وأضل سبيلا تاني مرة إن أنت عندك حاجة اسمها الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة دي أي صناديق تخطر على ذهنك أو تخطر على ذهن محافظ أو وزير أو مسؤول بيعمل صندوق لتنظيف المحافظة، بيعمل صندوق للعساكر اللي بيجيبوا فلوس من الغرامات بتاع العربيات، بيجيبوا فلوس علشان ناس هتخرج على المعاش وعايزين يكرموهم. فكل دي الفلوس بتيجي، اللي بيجي بيروح لهذه الصناديق، وهذه الصناديق بتقسم لقسمين،
بس قبل ما اقول لك التسمين، هذه الصناديق وصلت في فتره معينه ل 12000 صندوق. 12000 12000 يعني 12000 جهه بتتحكم في اموال لا تدخل في الميزانيه وبتنفقها كما تشاء، ولا رقيب عليها، ولا حد يقدر يقول لها لا، لان هذه صناديق خاصه. الصناديق دي بيقسموها لنوعين، نوع اللي هو بيسموه الشرعي او المشروع، وده لانه هو تم تاسيسه بناء على قرار من رئيس الجمهوريه او رئيس الوزاره او وزير او محافظ البنك المركزي. دول مجموعه من الصناديق تمت فعلا وتاسست بناء على قرار من هذه الجهات. بعد كده نسوا خالص حكايه ان رئيس الجمهوريه او رئيس الوزاره محافظ البنك المركزي، وطلعت مجموعه من الصناديق سموها الغير شرعيه، لان ما حدش اسسها من المسؤولين، اللي اسسها الناس اللي هي تحت وتستفيد منها. الصناديق دي بتاخد الفلوس من بتمنع الفلوس عن الشعب وتاخدها من الاصل، بس فيها صفتين. الصفة الأولى من حقها أنها تعمل حساب داخلي وحساب خارجي. حساب داخلي يبقى موجود عند أي بنك، والأفضل يبقى عند البنك المركزي، إنما قليل منهم عند البنك المركزي لأنه مش عايز البنك المركزي يتابع. فبيعمل في أي بنك من البنوك وبيعمل صناديق خاصة. وبيعمل صناديق خاصة يا دكتور. كأنك بتتكلم على انه عمايل الصناديق الخاصه في حد ذاتها خطه او هدف او مسعى، لان بتفيد مجموعه من المستفيدين، ما بتفيدش الشعب. ما فيش ولا صندوق يفيد الشعب. وحضرتك بتدور في جمهوريه الصناديق ما لقيتش صندوق ولا اتنين لينا. حط في الميزانيه والاولويات بتتحط في الميزانيه. انما مش ده اللي حاصل. ده واحد بيجي يعمل صندوق وياخد الفلوس منه ويوزعهم على بعضهم. وبعدين الاولويات بقى بتاعتهم حسب تقييمهم هم. انما الخطر ان لها حساب خارجي، معنى كده انها لو بتتعامل بالعمله او عندها قدره تتعامل بالعمله بتطلع فلوسها بره وبتهرب الفلوس. يعني ما تلفش وتدور على هذا الموضوع. لان يبقى عندك صندوق بسلطته انه يفتح حساب في الداخل وحساب في الخارج وما في عليه رقابه. فاسهل طريقه ان انت تهرب فلوس هي عن طريق الصناديق الخاصه. فانت بتتكلم هنا عن اقتصاد ممزق، وبيتصف بصفه اخرى وهي ان الاقتصادات السريه وبالتحديد الاعمال التجاريه بتاع الجيش والاعمال التجاريه بتاع الصندوق السيادي احتكارات. يعني ايه احتكارات؟ ما بتطلعش كما ولو كانت شركات منافسه، بحيث ان انا اجي انافس معاها. انا مجرد ان هو يقول لك ان الجيش دخل في لبن الاطفال محدش هيخش. يعني المستثمر الاجنبي اللي جاي ده وعارف ان الجيش ماسك قطاع معين، حد مين هيجي يتنافس مع الجيش؟ الاحتكارات بتشتغل على اسس اقتصاديه مختلفه عن نظام السوق الحر. نظام السوق الحر بيتكلم عن المنافسه بين اللاعبين في السوق. انا خش السوق ابيع بطاطا وانت هتخش تبيع بطاطس، انا عارف السوق بتاع البطاطا ايه، انت عارف السوق بتاع البطاطس قد ايه، انا عارف الطلب على صندوق البطاطس. طيب، واحنا في النقط ديت يا دكتور بنتكلم على ان جمهوريه الصناديق بيجي لها ايرادات ما بتديهاش للموازنه المصريه، وكان في اتنين مصر في الحاله دي. خلينا انت عندك اكتر من مصر. لان احوالهم، يعني احوال في الصناديق الخاصه مش بنفس مستوى احوال اللي في الجيش او الصناديق السياديه. فانت عندك مجموعات معينه، انما في الخلاصه انت بتنتهي بالآخر، بتنتهي بان على الاقل عندك 70 مليون مصري. أيوة. اللي هم المفروض الطبقه المتوسطه.
توفوا او بيتوفوا راحوا لخط الفقر اللي هو بياكلوا وجبه واحده في اليوم. حضرتك عايز تقول كده؟ لا، ما هو خط الفقر حتى تعدل المفهوم بتاعه، تعدل واصبح بروسس يعني مراحل. بمعنى ايه؟ انا انام الليالي وانا في الطبقه الوسطى، اصبح الصبح الاقي ابن عيان اخده اروح به المستشفى، انا دخلت طبقه الفقر. أيوة. وربنا يكرمني ان انا ما دخلش طبقه الفقر المدقع، لان طبقه الفقر المدقع ان انت يا دوب تعيش انت بتعيش زي ايام العبيد الامريكان. كان الامريكان بيدوهم مرتبات تساوي ما يكفي لهم ان هم يصحوا الصبح ويشتغلوا، مش اكتر ومش اقل. هو عايز يشتغل تاني يوم الصبح، فبيديله السعرات الحديدة عشان ياكل حرفيا كده، بقى بيشتغل باكله.